الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. كان تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن الدولي حفظه الله. الاعتداء في الدعاء. الاعتداء في الله سبحانه الله عز وجل ما لا يجوز أن يسأله من المعونة على فعل المحرمات وارتكاب الذنوب وأشياء المعاصي كأن يسأل الله أن يعينه على سفر يريد به الإثم والباطل أو أن ييسر له طريقا للفاحشة والأبواب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على التمام الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. ما زال الشيخ يفصل في مسألة الاعتداء في الدعاء، وتكلمنا في المجالس الماضية على مسألة الاعتداء في الدعاء من الناحية اللفظية، وهو الدعاء بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. هذا هو نوع آخر من أنواع الاعتداء في الدعاء، أن الإنسان يدعو الله عز وجل بالإثم والمعصية، يدعو الله عز وجل بالإثم والمعصية، يدعو الله عز وجل أن يسهل له سفرا هو يعصي الله عز وجل فيه، أو أن يفعل فيه من المنكرات ومن المخالفات الشرعية. هذا أيضا يعتبر من الاعتداء في الدعاء. نعم. لماذا؟ لأن الأصل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، هذا هو الأصل في المسألة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يستجيب الدعاء ما لم يكن بإثم ولا بقطيعة رحم، وإثم هنا نكرة تدل على العموم، وهنا دعا بماذا؟ دعا بالإثم وهو المعصية. هذا هو أصل في هذه المسألة، لذلك عد ذلك من باب الاعتداء في الدعاء. نعم. الاعتداء في الدعاء يسأل الله ما علم من حكمته سبحانه أنه لا يفعله، فأن يسأله تحريده إلى يوم القيامة، أو أن يسأله أن يدفع عنه لوازم البشرية. وهذا أيضا من الاعتداء في الدعاء، أنه يدعو الله عز وجل بما ليس له من حقه، فيدعو الله تبارك وتعالى أن يؤخره إلى يوم القيامة، ثم يقول يا أخي إبليس دعا بنفس الدعاء، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال يا أخي حتى إبليس أنا وإبليس أحسن مني. هذا واقع عند بعض الناس من الجهال، هذا قال إبليس مثل عند بعض الناس من الجهال أيها الكرام الفضلاء، يقول لك أخي ربنا بيقول لكم دينكم ولي دين، هذا دليل على جواز أن يختار الإنسان دينه أو أن يتحول من دين إلى دين. وما عرف المسكين أن هذا إنما خرج في مخرج ماذا؟ في مخرج الخبر والوعيد. قال تعالى قل يا أيها الكافرون، يعني قل يا نبي الله للكافرين، وجه لهم هذا القول، لا أعبد ما تعبدون. لا هنا نافية دخلت على الفعل المضارع، يعني أبدا أنا لا أعبد الذي تعبدون من دون الله تبارك وتعالى، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأنتم بنفس الوضع كذلك ما أنتم عليه من الكفر ترفضون أن توحدوا من ربنا تبارك وتعالى، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. كل هذا يسمى التوكيد اللفظي، لكم دينكم ولي دين، يتوعدهم ربنا تبارك وتعالى وليس يخيرهم. ولذلك دائما نحن نقول يا أخواني في مسألة التأصيل العقدي لا بد أن ترجع لكتب التفسير من أهل السنة والجماعة. زي بعض الناس يقول لك يا أخي شوف ربنا قال إيش، ولا يزالون مختلفين، إذن الله خلقنا لكي نختلف. الآية 118 سورة إيش؟ سورة هود. لكن لما تقرأ في التفسير الأمر ليس كما يزعم من يقول بذلك، وإن الله ما تعبدنا بالخلاف تبارك وتعالى، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، يعني إيش؟ ملة واحدة. أمة هنا بمعنى ملة، وإلا أمة في القرآن تأتي على أربعة معاني، أمة في القرآن تأتي على أربعة معاني. المعنى الأول
كما في هذه الآية تأتي بمعنى الملة، ومثاله إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون، واللي بعد على طول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، يعني على ديانة. المعنى الثاني تأتي بمعنى الفترة الزمنية، والذكر بعد أمة يعني بعد فترة من الزمن تقصر أو تطول. المعنى الثالث تأتي أمة بمعنى إمام الخير، إن إبراهيم كان أمة يعني كان إماما في الخير. المعنى الرابع تأتي بمعنى الجماعة، كثرت أو قلت، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذه المعاني، المعنى معاني كلمة أمة في القرآن، أربعة معاني لا خامسة لها. كما أن الساعة تأتي في القرآن 34 مرة على معنيين لا ثالث لهما. إذا جاءت الساعة معرفة بالألف واللام فهي تعني يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني يوم إيش؟ يوم القيامة. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إذا والساعة أدهى وأمر، بل كذبوا. ولما تأتي أيضا مخفوضة معرفة تعني برضو يوم القيامة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى هاتون آية فيها الساعة مخفوضة بالباء، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذن قاعدة هنا الآن، الساعة المعرفة بالألف واللام لا، لأنه هو مجبر رئيسه الله يشفي ويعافيه، جزاك الله خير. نعم، لما تكون معرفة بالألف واللام، لكن ممكن هنا في فائدة، إذا كانت فيه الجبيرة في اليمين ولا أستطيع أن أقبض، لكن ممكن كما قال مشايخنا أنك تحمل باليسار وتتكئ باليمين، جزاك الله خير. هذه فائدة أيضا، هذه فائدة يا إخواني. يعني أحيانا يكون الإنسان مثلا يده اليمنى يعني كما في حالة أخينا الله يشفيه ويعافيه يعني مجبرة، فما يستطيع كلها إلى قبضة إيش اليد، أو مجبرة من غير قبضة اليد لكن ما يستطيع أن يحرك إيش قبضة اليد أصابعه لكي يقبض بها، فهنا يحمل بشماله ويتكئ على يمينه إذا كان ذلك لا يؤذيه، وإذا كان ذلك يؤذيه فهو يدخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والقاعدة التي تقول المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع كما هو مأخوذ من هذه الآية، فيشرب على هذه الحال. نعم، جزاك الله. طيب، هذه فائدة. عليكم السلام. إذن الساعة المعرفة بالألف واللام والمخفوضة بالتعريف أيضا فهي تعني يوم القيامة. وإذا أتت ساعة نكرة ما لبثوا غير ساعة، فيتعني الوقت من الزمن. وضحت الآن؟ هذا بالنسبة لهذه الألفاظ، لأن تأصيلها مهم جدا في هذه المسألة. فهنا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، يعني يدب بينهم الخلاف. هنا لا يزالون، لا ناهية، ويزالون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، يدل على الخبر، يدل على الخبر من الله عز وجل أن الخلاف يكون في الأمة، أن الخلاف يكون في الأمة، ولكن لا يدل على أن هذا يرضي الله عز وجل، إنما قد حدث الخلاف بقدر الله الكوني، قد حدث الخلاف كما تنزل المعاصي تحدث بقدر الله الكوني، والأقدار كونية وشرعية. قدر الله الشرعي تبارك وتعالى هو في مسألة الصلاة والصيام، وهو يحبه وفرضه ربنا عز وجل وأثاب عليه، وقدر الله وهو يقع أو لا يقع. يعني في ناس ممكن تصلي وناس ممكن ما تصليش، ناس تصوم وناس ممكن ما تصوم. وقدر الله الكوني هو أمر قدره الله عز وجل وأراده تبارك وتعالى ولم يحبه عز وجل، وهو واقع لا محالة، مثل السرقة والزنا واللواط وإلى آخره من المعاصي شاءه الله عز وجل، وهو الذي يخلقه تبارك وتعالى. ذلك المقطع اللي جالس يتداول الأيام هذه اللي يقول لك إيش شاء الله لك كذا، وأنت تريد أن ترتقي القمر، جاتكم هالمقطع هذا؟
مقطع كده يتداول، يعني في عبارة عن أبيات من الشعر: يشاء الله لك كذا وأنت ترتقي القمر، ثم في النهاية: وما عليك إلا أن ترضى بما حكم القدر. آخر بيت جاب العيد. القدر يا إخواني لا يحكم ولا يأمر وليس بيده شيء، القدر مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر. ولما قال أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر، ولابد لليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن ينكسر، ده كلام فاضي، لأنه أبو القاسم الشاب أصلا كمان كان يعني صايع، يعني الله يعافينا ويعافيكم، يعني لا كان أصلا فيه شيء من الإلحاد والشيوعية، ولا كان بيصلي ولا أي حاجة في أي حاجة، ومات صغيرا، الله تجاوز عنه وعن كل مسلم. فلذلك الدين ما يأخذ من الشعراء، القدر لا بيستجيب ولا بيأمر ولا بينهي، افهموا هذا الكلام أيها الكرام الفضلاء. فهذا ولذلك ينبغي كل ما يجيك شيء في عالم الواتس اللئيم، وقلنا ذلك مرارا وتكرارا، الواتس اللئيم ابن اليتيم الذي أبوه البدع وأمه قلة الدين، حطه على فلتر، لابد يكون عندك فلاتر، تحطه على فلتر تبعته لأحد المشايخ تقول له يا شيخ، ها شيخ يقول لك انشر تؤجر أو لا تنشر تؤزر، شوف ما تقعد تعمل لي فيها وتنزل عندك في الحالة وبعتها لعباد الله وتقول ما كنتش أعرف، ما حد قال لك رسل يا أخي الله يجزاه خير، لا تبلشنا وتبلش نفسك الله يرضى عليك، خلاص خلي عندك، زي حطه في الجنك، حطه في الزبالة، في القمامة، لين بعدين تعرف انه يجوز ارسل، ما يجوز خلاص حذر الناس منه، ولا 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 وجالس يلف في المقطع. جاني حتى من خارج من بلاد ما وراء النهر، والغريبة الهمم الميتة التعبانة التي نشرت الباطل، لما يأتيها الرد الصحيح شلت يدها عن النشر. والله ده نذير شؤم، اقسم بالله العظيم ان ايدك تكون نشيطة في نشر ايش الشر والبدعة، ولما يأتيك الخير تشل يدك، نسأل الله السلامة والعافية. نسيت وقعد تحك لي في شعرك زي المقمل كده، نسيت إيش؟ الشيطان قاعد يلعب بيك وانت قاعد سهران للصبح، متصل الآن، STC طفشت منك، موبايل طفشت منك، زين العروض، كل العروض طفشت منك، كل الباقات طفشت منك، الباقات كلها طفشت منك. قوم يا أخي صف قدمك عند ربك عز وجل يا أخي، دي ركعتين لوجه الله عز وجل. عن ابن عمر، عن ابن عمرو عند أحمد وأبي داود بسند صحيح: من قام الليل بعشر آيات، يقصر طول اللي قاعد تعمل شغال من جوجل لتويتر لفيسبوك ويلعنوك والإنستغرام، ما ساب ولا شيء. وبعض الشباب تنزل الحالة من هنا على طول تلقى شاهدها من هنا، أعوذ، أنت قاعد بس مستني ويك ويك، أول ما جاء شان على طول زي الشيطان كدوري هذا، ولا قادر يصف قدميه لله تبارك وتعالى. إيش هذا يا أخوان؟ دقات قلب المرء قائلة: إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك بعد الموت ذكرا، فالذكر للإنسان عمر ثاني. يقول ابن الجوزي في بستان الواعظين، كتاب ممتاز جدا هذا اسمه بستان الواعظين ابن الجوزي، تلقى في المكتبة الشاملة، تنزل عند الشيخ جوجل PDF، كل يوم تقعد تقرأ فيه شوية. وابن الجوزي كان فيه وعظ عجيب سبحان الله، المتوفى سنة 97 و500، يحكى أسلم على يديه 100,000 نصراني، وتابع على يديه 200,000، وكان يعظ ويبكي من يعظ. ابن الجوزي هذا، أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة. هذا ها؟ أبو الفرج ابن الجوزي من أهل الشام. نعم، المتوفى سنة 597، كان واعظا مبكيا وكتبه جميلة، وهو يضحكك ويبكيك، عنده أخبار حمق المغفلين تقرأ وتضحك بالسند المتصل، فيش داعي بقى واحد خال واحد دب، انت مالك انت بدب وخال، تشلك فيها لنا في خلق الله عز وجل، اغتبت الناس يا اكل لحوم البشر، ليه انت مالك وانا نسيب الناس في حالها يا اخي؟ سلم الناس المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيقول في بستان الواعظين: اذا كان الحال الذي انت عليه الان يصلح للموت والقبر فابق عليه، وإن كان الحال الذي أنت عليه الآن لا يصلح لهما فتب إلى الله. إذا أنت ولذلك معاذ بن جبل أول ما جاء مرض رضي الله عنه وأرضاه وأصابه الطاعون، قال: اللهم اجعل لآل معاذ منه أوفر الحظ والنصيب،
لما جاء الموت قال مرحبا بحبيب أتى على فاقة. أنت فين كنت؟ مستيك من أولنا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذا كان أنت الآن في الساعة اللي أنت فيها خلوت بنفسك وأغلقت عليك الأبواب وبقي باب الواحد القهار تبارك وتعالى، وتشعر أن هذا الذي أنت فيه يصلح للموت والقبر، استمر. وإذا كان الآخر فتب إلى الله. إذا ما خلوت بريبة والنفس داعية إلى الطغيان فقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. انتبه لمثل هذا، كلام جميل، وتنزل الكتاب وتقرأ فيه كل يوم شيئا بسيط من تكنيش هذا الكتاب، تنتفع به وترقق به وترقق به قلبك. فلذلك أخي المبارك، الله لم يتعبدنا بالخلاف تبارك وتعالى. ثم قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. إذن الذي خرج من الخلاف هو من؟ هو المرحوم. ولذلك شيخنا الشيخ الفوزان سأل سائل قال إن آدم قد أخطأ غلطة، قال يا أخي اتقوا الله في أنفسكم، آدم ده أبوكم، حتى أبوكم لم يسلم منكم، شين آدم؟ قال انت اسأل السؤال الذي إيش الذي ينفعك انت؟ شلك في آدم غلط غلطتين ولا غلط ثلاث غلطات؟ ما سيقوش يفيدك انت. عليكم السلام ورحمة الله. وانت غلطت كم غلط؟ قال حتى آدم وهو أبوكم لم يسلم من لسانكم. هذه أمر عجيب يا أخواني، انتبهوا لمثل هذا، الله يرضى عليكم. إلا ما ولذلك شيخنا الشيخ الفوزان يقول إن الله، جاء واحد يقول له الخلاف، قال له يا أخي الله ما تعبدنا بالخلاف، الله عز وجل لم يتعبدنا بالخلاف يا أخواني، الله يرضى عليكم. فلا تصدق إن ربنا خلقك عشان تكون إيه، وده هذا يدندن به أهل البدع، يقول شوف الآية بتقول كده. عشان كده يا أخواني لابد يكون عندنا تفصيل في علم التفسير، وأنصحكم بدراسة مذكرة في أصول التفسير شرح الشيخ ابن عثيمين لابن تيمية، شرح مذكرة في أصول التفسير عشان تعرف إيش القواعد التفسيرية وتمشي على منوالها، فلا تقع في شيء تفتري فيه على الله الكذب فتقول ربنا قال يعني خلاص لكم دينكم ولي دين. لا، هذه جاءت على معرض الخبر والوعيد والزجر، ولم تأتي موعد أنك أنت إيش. ولذلك جاء رجل لسفيان قال له إن أسلمت، قال له يا أخي أنا ما الشيطان تعبني كده وماني قادر أسلم، قال له لا أسلم، الإسلام جيد وجميل وكذا. فأسلم الرجل، ثم بعد كم جاء قال أنا أرجع الآن، قال إن رجعت قتلناك. يا واحد يقول لك الردة في الإسلام أنت حر، أنت تختار إيش، فمن شاء فليؤمن ومن شاء هوي، مش ربنا قال؟ ربنا قال فمن شاء فليؤمن. وما عرف أن هذا يسمى أسلوب التقريع والوعيد والزجر، زي ما أنت تشوف ابنك ما يذاكر تقول له أنت حر، ذاكر ولا ما تذاكر؟ هذا إيش معناه؟ معناه أن أنت بتقول له يعني فمن شئت ذاكرت وإن لم تشأ لم تذاكر. لا، زي موظف كسول فدخل عليه المدير قال له على راحتك، تعال بدري ولا تعال متأخر، إيش معنى هذا؟ إظهارك. ها؟ إظهارك كله. أي في ظهرك. طالب كل يوم جاي بعد ما دق الجرس، كل يوم جاي كده، المدير قال له بكيفك، على كيفك، كل يوم تعال زي هالوقت، معناه إنه بيمدحه بذلك عشان يلقى آخر السنة كعكة قد كده في السلوك والمواظبة، صفر كبير، بيك زيرو كبير كده، مشرف عنده. وهكذا أيها الكرام الفضلاء، فلابد علم التفسير علم مهم جدا، ولابد أن نقاعد فيه ونؤصل فيه إن شاء الله. إحنا كنا شرحنا مقدمة أصول التفسير. تفضل. نعم. هو أن يسأل هو يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب والحرائق. هذا برضو من الاعتداء في الدعاء. ولذلك التيجان دخلت عليه زوجته يوما فوجدت عنده خمرا، فقالت ما هذا، ألم يحرم الله الخمر؟ قال نعم. قال بلى صدقتي، ولكن هذا خمر أتاني به جبريل من الجنة. فيبدأ عند أهل الكشف والبدع أنه يدعو أن ربنا يرفع عنه لوازم إيش؟ البشرية، فيصبح نبيا ويقول لك خلاص إحنا يعني خرجنا من عالم الملكوت إلى عالم الناسوت، ومن عالم الشهادة إلى عالم الغيب. يقول لك أنا أحد الناس ذهب إلى بلد عند شيخ ليرقيه، طلع الشيخ ده دجال، هذه قصة حقيقية. فأذن العصر
والشيخ بيته بجوار المسجد. فأنا راح أخونا في الله رجل على دين يعني فيه الفطرة، فذهب يصلي فين؟ في المسجد. يطالع يمين يسار ما لقى الشيخ اللي هو راح يقرأ عليه. قال لهم الشيخ فين ما صلى معانا؟ قال انت مش شفت السير لاند كروزر اللي جنب البيت؟ قال ايوه. قال له الشيخ دخل فيها طلع على مكة طاف وصلى العصر ورجع. ما شاء الله ما شاء الله، ده البساط الريح بتاع سيدنا سليمان. قال ايوه انفد بجلدي. قال انا بانت دعين من اول، الحمد لله اني بانت من دعين. اخونا في الله دخل جوا اللاند كروزر بقت ايش التنبكتو وطلعت بيه لحد فين؟ بساط الريح. راحت مكة طاف سبع اشواط وصلى العصر ورجع. ساهر بساطه ولا ساهر جابه ولا برج المراقبة في المطارات ولا أي حاجة. فهذا نوع من أنواع أن الإنسان يعتدي في الدعاء، فيقول لك يا رب أكون زي الملائكة، يا رب أكون يعني أتخفى وأتشفى ولا يراني أحد. يبدأ أنه يدعو بأدعي لكي يخرج من عالم البشرية إلى عوالم أخرى. هذا كل من اعتداءات فين في الدعاء، وهذا موجود عند أهل البدع يدعون بذلك. مثل الحلاج قال يوما ما في الجبة إلا الله، الحلاج الذي للزنديق والعياذ بالله، الحلول الاتحاد هذه. قال إن الذين عبدوا العجلة ما كفروا. ليه يا حلاج؟ قال لأنهم عبدوا ربهم. يا رجال كيف؟ قال إن الله قد حل في العجل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذه اسمها نظرية الحلول وليش والاتحاد، أن الله يحل في كل مخلوقاته، حل في العجل وحل في البقرة وحل في كل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا موجود على مر العصور أيها الكرام الفضلاء. نعم. هو أن يسأله اطلاعه على غيبه وما استأثر سبحانه بعلمه، أو أن يسأله أن يجعله من المعصومين. وهذا ولذلك قال ربنا عز وجل لا يطلع على غيبه أحدا. من القواعد الأصولية والقواعد التفسيرية أن النكرة في سياق جملة النفي تدل على العموم، لا يطلع على غيبه أحدا، يعني ما أحد يطلع على الغيب أبدا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي ولا شيخ ولا إلى آخره، إلا استثناء متصل، إلا من ارتضى من رسول، يعني فقط الرسول هو الذي يطلعه الله على الغيب إن أراد الله إيش ذلك. قل إنما أنذركم بالوحي، لكن ما أجي ولي يقول لك أنا أعلم الغيب وأخبر عن المغيبات، نقول له كذبت، أنت شغال مع الدجاجرة والمشعوذين وإلى مثل هذا. لكن حسب الآية إنه ما يطلع على الغيب إلا من إلا الرسول إذا أراد الله ذلك. ولذلك لما جاء هذا الرجل من قريش واسمه وهب وقد اتفق مع صفوان، قال له روح اقتلنا النبي ده وريحنا منه عليه الصلاة والسلام. قال إن علي دين وإن لي أبناء. قال له دينك عندي وأبنائك أبنائي. فقام وذهب إلى المدينة وجاء يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أخبرني في ظل الكعبة ماذا كنت تقول أنت وصفوان. فارتعد الرجل قال والله ما كان معنا أحد ولا أرى أن يخبرك بذلك إلا إلهك. هذه ما تيجي من أمامه، كان معنا أحد أصلا، هذا كان اجتماع أوفر سيكريت سري جدا جدا لأذيتك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأسلم الرجل. مثال ذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى اليهود عليهم من الله اللعائن إلى يوم القيامة، يريد أن يأخذ منهم الدية في قتيل قتل وهم حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم للآخر اصعد فوق إيش فوق الحصن والقي بالرحى، فرصة جاتنا ما حتتعوض، خلينا نخلص منه عليه الصلاة والسلام. فقام سريعا عليه الصلاة والسلام وقال إن جبريل لا يطلع على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. جبريل جاءني وأخبرني كذا ثم رجع إليهم وأجلاهم عن بكرة أبيهم صلى الله عليه وسلم.
بينما من حديث عائشة عند البخاري في كتاب التيمم وفي كتاب التفسير باب قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الآية أن عائشة فقدت عقدا لها أخذته من أسماء وهم ليسوا على ماء ولا عندهم ماء، يعني ماء يكفي لحاجتهم الضرورية واغتسالهم إلى غير ذلك، والنبي حبس القوم 1500 صحابي وهم قافلون من غزاة، وأرسل أسيد بن الحضير ومعه آخران ليبحث عن إيش؟ عن العقد. وحان وقت الفجر فأتى الناس لأبي بكر وقالوا أرأيت ما فعلت عائشة يا أبا بكر؟ قال فأتى فلهدني، ضربني هنا، فأوجعتني وما تحركت لمكان رسول الله. النبي كان إيش؟ نائم على حجرة. وهذا فيه باب تأديب الرجل ابنته في حضرة زوجها عليه الصلاة والسلام. مش أنا أجيب لك سيد سيدو أطلقك منه أجيب لك سيد سيدو. سيد سيدو مين؟ حد فاضي النهاردة جزاك الله خير. سيد سيدو ست سيدو اشتغلنا في الأفلام الهندية، خربوا البيوت وضيعوا الأسر جزاك الله خير، بدل ما يقول لها اصبري إنه رجل صالح. هذا أبو بكر يقول لمين؟ يقول لأسماء. وكان الزبير شديدا رضي الله عنه وارضاه، أسماء ذات النطاقين تشيل الحب وتطحنه نوى التمر وتطعمه وتعلفه الدواب وتقم البيت وكذا، ويقول له اصبر إنه رجل نيش؟ رجل صالح. مش إذا ما جاب لكش خدام أخلعيه، إذا ما جابش خدام عليك أخلعيه وأنا أجاوزك سيد سيد. فالشاهد ما لقوا موية ولا لقوا شيء ولا أي حاجة، وآيس أن يجدوا العقدة ما وجدوا. قال فلما قمنا فإذا العقد تحت البعير، النبي كان نايم جنبه عليه الصلاة والسلام. لو النبي كان يعلم الغيب إيش لازمة هالتعب كله والساعات التي قضوها؟ كان يقول لهم يا جماعة ترى العقد فين؟ تحت البعير اللي هو نايم جنبه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي هنا لم يطلعه الله على هذه الإيش؟ المسألة، لتنزل آية التيمم فيقول سيد بن الحضير والله يا أم المؤمنين بركاتك على إن قال لا تزال بركاتكم يا آل أبي بكر ويا أم المؤمنين، فما نزل بك أمر إلا جعل الله فيه فرجا للمسلمين رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك في الصحيح أيضا لما رأت الجواري يغنين ينشدنا وفينا نبي يعلم ما في غد قال لا والذي نفسي بيده ما أعلم ما يكون في غد، قلنا مثلما كنتن تقولون في تقولن في الأول، لا تجيبوا هذا ما أعلم إلا غيب. ولذلك يقول الله عز وجل للنبي ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير. نقول هذا الكلام نؤصل فيه لأنكم تجلسون في مجالس يقال فيها مثل هذا الكلام، فتعرفوا كيف أنكم تردون هذه الشبهات وهذه البدع، وأيضا تعرف الحق من الباطل أيها الكرام الفضلاء. فهذا النوع من أنواع الدعاء إن الإنسان يا رب اكشف لي الغيب يا رب كذا، هذا كله من أنواع الاعتداء فين؟ في الدعاء. نعم. أو أن يهب له ولدا من غير زوجة أو نحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب فاعله. نعم. الاعتداء في الدعاء سؤال الله ما لا يليق بالسائل من المنازل والدرجات من يسأله، مثل حديث عبد الله بن مغفل لما سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين العرش، هذا لا يليق. قال له قل يا بني اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. نعم. يعني يسأل الله منازل الأنبياء والمرسلين أو يكون ملكا نحو ذلك. وكذلك من الأدوان في الدعاء أن يدعو الله غير متضرع، يعني يدعو الله عز وجل من غير ضراعة من غير ذل وتذلل وخشوع لله تبارك وتعالى. فالإنسان لابد أن يدعو الله وفيه من الضراعة والمسكنة لله تبارك وتعالى. نعم. ما الدعاء هذا؟ ما الدعاء هذا يكون كالمستغني المدلي على ربه؟ المستغني؟ أيوة. المتألي كالمستغني المدلي على ربه. أيوة، يعني الذي يعني كأنه يعني
يعني يرغم أن الله لابد أن يفعل له ذلك، أدلى على فلان يعني أجبره على فعل كذا. نعم. من الاعتداء أن يعبده بما لم يشرع. بما لم يشرع. يشرع ويثني نعم. عليه بما لم يثني به على نفسه ولا أذن فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.